في أول خطاب لزعيم أجنبي في المجلس الفيدرالي الروسي، الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات مع روسيا ويدعو لاصطفاف دولي ضد الإرهاب وداعميه. رئيس الوزراء يواصل جولاته التفقدية ويتابع عددا من المشروعات والمنشآت في محافظة بورسعيد، ويؤكد أن الزيادة السكانية تلتهم نتائج المشروعات التنموية. خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تقديره لجميع الدول العربية الصديقة التي ساندت المملكة في مواجهة الأكاذيب والافتراءات. نشرة الخامسة مشاهدينا الكرام تأتيكم من تن، أهلا بكم. أهلا بكم. من العناوين إلى التفاصيل، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيارة النصب التذكاري بموسكو، حيث قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الجندي المجهول. يأتي هذا في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى روسيا، حيث زار السيسي مجلس الفيدرالية الروسي ودون كلمة في سجل كبار الزوار، كما أجرى مباحثات موسعة مع رئيسة المجلس فالنتينا ماتفينكا وقيادات مجلس الفيدرالية، معربا عن التطلع لأن تمثل هذه الزيارة نقطة انطلاق للتنمية وتطوير علاقات الصداقة بين البلدين. قال رئيس السيسي خلال كلمته أمام المجلس الفيدرالي الروسي إن مشروع بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة سيصبح علامة مضيئة جديدة في مسيرة التعاون بين البلدين. إن الزخم الذي يشهده مختلف مجالات التعاون بين مصر وروسيا على مدار السنوات الخمسة الأخيرة لهو خير دليل على ما تنطوي عليه علاقاتنا من عمق ورسوخ، وهو الأمر الذي انعكس في مستوى التنسيق والتشاور المستمر بين المسؤولين في البلدين وفي إطلاق الحوار الاستراتيجي بينهما، فضلا عن نمو حركة التجارة إلى أرقام غير مسبوقة لا تزال في سبيلها إلى الارتفاع. كما أنني أتطلع للانتهاء خلال الأعوام المقبلة من مشروع عملاق، وهو بناء محطة الطاقة النووية بالضبعة، والتي أثق أنها ستغدو علامة مضيئة أخرى وجديدة في مسيرة التعاون بين البلدين. وأكد السيسي خلال كلمته أمام المجلس الفيدرالي الروسي أن المصريون نجحوا في استعادة أمنهم واستقرارهم والحفاظ على كيان دولتهم العريقة في أعقاب ثورة 30 من يونيو. إن المواقف الروسية الداعمة لإرادة المصريين في أعقاب ثورة 30 من يونيو وما شهدته العلاقات من تقارب قد أتاح متابعة التطورات المتلاحقة على مدار السنوات الخمس الماضية التي نجح خلالها المصريين في استعادة أمنهم واستقرارهم والحفاظ على كيان دولتهم العريقة ومؤسساتها الوطنية الراسخة ليجنبوا بلادهم نيران الفوضى. كما أكد الرئيس على عدم وجود مجالات للاصطفاف في محاور لفرض رؤى بعينها أو الانضمام لتكتلات هدفها الانطواء على نفسها، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة تكاتف أعضاء المجتمع الدولي للاطلاع بمسؤولياتهم لتحقيق التسوية السلمية للنزاعات والتصدي للإرهاب وداعمه. إن ما يزيد من حدة الأزمات الراهنة في المنطقة هو تصاعد حدة الاستقطاب الذي لن يؤدي في النهاية إلا لتفاقم الواقع المضطرب من حولنا. وأقولها بصراحة، لم يعد هناك مجال للاصطفاف في محاور لفرض رؤى بعينها أو الانضمام لتكتلات هدفها الانطواء على نفسها والادعاء بأن تلك المخاطر لا تعنيها. فلا سبيل للوصول لمستقبل أفضل إلا بتحقيق مزيد من التعاون وتنسيق المواقف في إطار من الاحترام والتقدير المتبادل.
قال نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط ميخائيل بوغدانوف إن بلاده تسعى دائما إلى التشاور مع الجانب المصري في قضايا الشرق الأوسط، مشيرا في تصريحات خاصة لقناة تن أن موسكو تستفيد من خبرات الرئيس السيسي في تعامله مع قضايا المنطقة. ملحوظ بشكل جيد جدا، فطبعا يعني في تطورات على سايت الدولي في شرق الأوسط في إفريقيا، فنحن نحتاج دائما أن نتشاور مع الأصدقاء المصريون وخاصة على أعلى مستويات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصيا لكي نتعلم منه ويعني نستشير المواقف أصدقائنا في مصر، لأنه نحن كمان نتمنى أن يلعب مصر دائما الدور رائد في كل الشؤون الإفريقية الشرق الأوسطية العربية فعلى سايت الدولي، فنحن نهتم جدا بتنسيق قوي مواقف في الأمم المتحدة بين موسكو والقاهرة، فلذلك هذه الزيارة كمان لأنه في بالمناسبة كمان نحن نتوقع توقيع الوثيقة الهامة وهذا نقلة نوعية في علاقة. أي وثيقة؟ الوثيقة لي يعني الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا. نبقى مع زيارة الرئيس السيسي إلى روسيا، حيث بحث مع رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأشاد بعلاقات الصداقة المصرية الروسية الممتدة منذ 75 عاما وما بلغته من مستوى متقدم على مختلف الأصعدة في السنوات الخمس الأخيرة. من جانبه ثمن ميدفيديف الدور الذي تقوم به مصر على صعيد ترسيخ الاستقرار في الشرق الأوسط ومكافحة الإرهاب ودعم الحلول السلمية للأزمات القائمة بالمنطقة. أعلن الكرملين أن الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين سوف يناقشان خلال اجتماعهما غدا استئناف رحلة الطيران العارض من روسيا إلى منتجعات البحر الأحمر. وكان المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أعلن أن السيسي وبوتين سيجريان محادثات غير رسمية مساء اليوم، مضيفا أن رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف سيشارك في اللقاء الذي سيتطرق لمناقشة تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين. وللمزيد ينضم إلينا من موسكو الدكتور عمرو ديب الباحث والمحاضر في جامعة نيجيني نوفوغورود الروسية. تحياتي لك سيد عمرو. دكتور عمرو، أهلا بك. يعني الرئيس السيسي أول رئيس أجنبي يلقي كلمة أمام مجلس الفيدرالية الروسي، إذن كيف تفسر هذه المكانة التي تحظى بها مصر وأيضا يحظى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي دوليا، وما هي أيضا دلالة استضافة السيسي وإلقاء خطابا في الغرفة الأعلى في البرلمان الروسي؟ طبعا زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني أول لقاء التاسع سيكون بين القائدان، يعني أمر مهم جدا، أمر يعني منذ العام 2013 وحتى الآن ويتم التأسيس لهذه العلاقات. يعني نعلم أن العلاقات المشتركة خصوصا بين قوى كبرى وأيضا دولة كبرى مثل مصر في منطقة الشرق الأوسط لا تتم بين ليلة وضحاها، تمر ببعض الأزمات، تمر ببعض الانفراجات، لكن العلاقات المصرية الروسية وبزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام الكبير الذي نراه هنا سواء في وسائل الإعلام الروسية أو الاهتمام الكبير الذي رأيناه بالخطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام البرلمان الروسي أمر في غاية الأهمية، أمر يعكس أهمية هذه العلاقات. كما قلنا وسنقول أن العلاقات المصرية الروسية تؤسس لنظام عالمي جديد، لأن العلاقات المصرية الروسية منذ العام 2013 وحتى الآن فتحت الباب لجميع الدول العربية وحتى دول الشرق الأوسط من ضمنها حتى إسرائيل تركيا إيران للدخول في علاقات قوية مع روسيا. طبعا حديث ميخائيل بوغدانوف مستشار أو مبعوث خاص رئيس بوتين في الشرق الأوسط، هذا الرجل قيمة كبيرة، قيمة دبلوماسية كبيرة، وعندما يتكلم ويقول نحن نتعلم من رئيس عبد الفتاح السيسي هذه شهادة كبيرة جدا من رجل خبرة كبيرة جدا في الدبلوماسية الروسية، الدبلوماسية الدول العربية خصوصا لأن ميخائيل بوغدانوف له باع طويل في جميع الدول العربية. أما يقول نحن نتعلم من رئيس عبد الفتاح السيسي فهذا فهي دلالة كبيرة، قيمة مصر وقيمة الرئيس المصري في داخل السياسة الروسية والتي رأيناها سواء من الناحية التشريعية أو الناحية التنفيذية. وطبعا غدا اللقاء القمة الذي سيعقد بين الرئيسان الذي سيناقش حوله العديد من الملفات طبعا بالتأكيد حركة الطيران الشاطر وغيره. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو ديب الباحث والمحاضر في جامعة نيجيني نوفغورود الروسية، شكرا جزيلا لك.
أيضا ينضم إلينا من موسكو الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. أهلا بك أستاذ علي. أهلا بك فندم. أهلا بك. بداية، قضايا الشرق الأوسط والمنطقة وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر هي قضايا هامة على أجندة الرئيس السيسي مع المسؤولين الروس. برأيك أستاذ علي، ما هي أثار ودلالات الزيارة سياسيا واقتصاديا؟ أولا، آثار الزيارة سياسيا في المقام الأول أن هذه الزيارة تعكس بوضوح حرص كلا البلدين على تطوير العلاقات والانطلاق بها قدما إلى الأمام، لا سيما وأن هذه العلاقات المصرية الروسية شهدت زخما كبيرا في ظل كونها علاقات استراتيجية، وهناك اهتماما كبيرا من كلا البلدين على الدفع قدما بمسيرة التعاون بينهما في مختلف أوجه ومجالات التعاون. العلاقات بين مصر وروسيا الآن تمر ب 75 سنة على مسيرة هذه العلاقات، لكن أكبر زخم موجود في الحقيقة هو في الوقت الراهن. هناك استقبال رسمي وشعبي كبير جدا للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة هذه الزيارة، وأن الكلمة التي ألقاها اليوم أمام مجلس الفيدرالية الروسي تعكس أمرا هاما، خاصة وأنه أول رئيس في دولة من دول العالم يلقي كلمة أمام هذا المجلس. هذه الكلمة أيضا الانتقال بعلاقات التعاون بين البلدين إلى المستوى الشعبي عبر إلقاء رئيس كلمته أمام هذا المجلس الذي يمثل الغرفة للبرلمان، وهو ما يعكس أن هناك حرصا على العلاقات على تنتقل إلى المستوى الشعبي فضلا عن تمييزها على المستويين الرئاسي والمستوى الحكومي. هذا أمر. الأمر الثاني أن هذه الزيارة تبدأ حديث فيها عن أمور كثيرة تتعلق بأوجه علاقات التعاون بين البلدين. طبعا مشروع الضبعة الذي يجري إنشاؤه الآن للطاقة النووية بالتنسيق مع الجانب الروسي، وهناك متابعة له من جانب وزارة الكهرباء والمصرية وفيها المختصة في روسيا. هناك أيضا مشروع المنطقة الصناعية الروسية في شرق قناة السويس. هناك حرص من الجانب الروسي على متابعة التطورات الاقتصادية في مصر والملف السياحي أيضا أستاذ علي. الحديث عن الملف السياحي أيضا فيما يتعلق بملف السياحة. حقيقة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث أيضا عن هذا الأمر، وقال إنه في ضوء إنه كان توجت زيارة الرئيس بوتون لمصر في ديسمبر الماضي باستئناف حركة الطيران المباشر، لكن الرئيس السيسي أكد على أهمية أن يعود الطيران قريبا بين المدن الروسية والمصرية الأخرى، خاصة في ظل وأن يعود تدفق السائحين الروس إلى مصر، لا سيما أنه يتم ترحيلهم ترحيبا كبيرا. التقارير الصحفية الروسية بتشير إلى أن هناك أنباء عن استئناف هذه الرحلات في ضوء رحيب روسي كبير على كافة المستويات الرسمية والشعبية. هذا فضلا عن تقديره لمناخ الاستقرار الأمني الذي تعيشه مصر واستعادة قوة الدولة المصرية. أشكرك. وأيضا المناخ في مصر ومناخ جديد للاستثمار، وأن هناك مشروعات واعدة حول قناة السويس وغيرها من المدن. شكرا جزيلا. أشكرك الأستاذ علي حسن، رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، حدثتني هاتفيا من موسكو، وأعتذر منك لضيق الوقت. تاريخ طويل من العلاقات الدبلوماسية يجمع بين مصر وروسيا، حيث ترجع العلاقات بين البلدين إلى عام 1943. وعلى مدار 75 عاما مرت العلاقات المصرية والروسية بالعديد من المراحل، شكلت تقارب في الرؤى والمواقف أبرزها، بما يشير إلى مستقبل أفضل للتعاون بين البلدين. ماض عريق يضرب بجذوره مرورا بسنوات الشدة والرخاء، حاضر ينمو يستقي من أمسه البعيد والقريب، مستقبل واعد رغم عواصف التحديات الإقليمية والدولية. بهذه الكلمات يمكن وصف العلاقات المصرية الروسية والتي مرت بمراحل عدة
شابه الفتور أحيانا، لكن غلب عليها التقارب في الرؤى والمواقف طيلة سنوات عديدة. ثورة 30 من يونيو كانت محطة هامة في تطور العلاقات المصرية الروسية، حيث أدرك الجانبان المصري بقيادة الرئيس السيسي والروسي بقيادة بوتين حجم المخاطر والتهديدات التي تستهدف دول الشرق الأوسط وإرغامها على تبعية مقيتة تقضي على الأخضر واليابس فلا تبقي لها حاضرا أو مستقبلا. التقارب المصري في الرؤى والمواقف إزاء الملفات الإقليمية والمضي قدما نحو تعزيز التعاون في المجالات كافة وعلى رأسها التعاون العسكري أقضى مضجع العديد من القوى الكبرى والتي كانت ترى في هذا التقارب تهديدا مباشرا لمصالحها في منطقة الشرق الأوسط. فجاء حادث إسقاط الطائرة الروسية فوق الأجواء المصرية عام 2015 كمحاولة لفك هذا التقارب، لكن الجانبين المصري والروسي تجاوزا الأزمة وعادت العلاقة لطبيعتها. مستقبل العلاقات المصرية الروسية مرهون بتطورها إلى علاقات شراكة استراتيجية حقيقية، وكما يرى مراقبون فإن مستقبل العلاقات بين البلدين آخذ في التنامي، حيث يرتبط بجدية الطرفين في تحقيق مزيد من التقارب وتطوير العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، خاصة في ظل حاجة القاهرة لتنويع علاقاتها الخارجية ولحاجة موسكو إلى الحفاظ على حلفائها في المنطقة. زعيم وقيصر، وبلدان تتشابهان في التاريخ وتتقاربان في ملامح التجربة وتتوافقان في الرؤى لأزمات العالم. إنها حكاية مصر وروسيا اللتان تدشنان 7 عقود ونيف من العلاقات الممتدة والمتجذرة. تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك كحماة الصداقة 3، والذي تستضيفه مصر حتى 26 من أكتوبر الجاري. يشتمل التدريب على العديد من الأنشطة والفعاليات التي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة، والتدريب أيضا على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب. التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 3. وصلت عناصر من قوات الإنزال الجوي الروسية إلى مصر، حيث تجري عناصر من وحدات المظلات المصرية والروسية فعاليات التدريب المشترك حماة الصداقة 3، والذي تستضيفه جمهورية مصر العربية حاليا حتى 26 من أكتوبر الجاري بمنطقة التدريبات الخاصة بقيادة وحدات المظلات. يشتمل التدريب المشترك على العديد من الأنشطة والفعاليات والتي تتضمن تبادل الخبرات التدريبية لمهام الوحدات الخاصة وتنفيذ العديد من أشكال الرميات الغير نمطية، والتدريب على أعمال قتال القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب وفقا لأرقى النظم التدريبية الحديثة، كذلك تنفيذ أعمال الإسقاط للأفراد والمعدات والمركبات لعناصر مشتركة من الجانبين. يأتي التدريب في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية، والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات. التدريب المصري الروسي المشترك حماة الصداقة 3. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن السبب الحقيقي وراء عدم ظهور تأثير ملموس للمشروعات الكبرى على مستوى معيشة الأفراد هو الزيادة السكانية التي تلتهم أي إنجاز. وخلال جولته بمحافظة بورسعيد تفقد مدبولي سير العمل بمشروع إنشاء مستشفى أطفال النصر لعلاج الأورام، كما قام بزيارة مفاجئة للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بهيئة قناة السويس كنموذج للمجتمعات الاستهلاكية
التي تخدم أهالي المدينة. وشملت جولة رئيس الوزراء تفقد عدد من المشروعات من بينها المنطقة الصناعية ومستشفى بور فؤاد المركزي ومستشفى بور سعيد العام، كما تفقد أيضا عددا من المشروعات السكنية المعدة للقضاء على العشوائيات ومشروعات معالجة مياه الشرب بالعديد من المناطق داخل بورسعيد. انطلقت اليوم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي الرابع والذي تنظمه دار الإفتاء برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاركة وفود من مفتين وعلماء ومؤسسات دينية من 73 دولة. وفي كلمة له أكد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة أن تجديد الفتوى أمر حتمي من أجل التوصل لأفضل الحلول. المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية يبدأ عمله للسنة الرابعة تحت عنوان التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. إن التجديد في الفتوى أمر حتمي لا مناص منه ولا غنى عنه، وإن مراعاة مقتضيات الزمان والمكان والأحوال والعرف والعادة أمر حتمي في مجال الفتوى. تطوير الفتوى وتجديد الفتوى عبارة عن أن نجدد النظر في بعض الفتاوى التي تحتاج إلى تجديد. لماذا الفتوى تحتاج إلى تجديد؟ لأن الفتوى لابد أن تواكب العصر الذي نعيش فيه. مؤتمر يمتد على مدار يومين، تبادل الآراء الشرعية، تحديد مفهوم الفتوى والتجديد فيها، عناوين لعشرات الجلسات النقاشية التي يشهدها المؤتمر، مشاركة واسعة من العلماء والآئمة ورجال الفتوى من جميع دول العالم، تنوع وسع دائرة المشاركة وشمل كافة الاهتمامات. جينا لنستفيد من الخبرات الكبيرة التي تتمتع بها جمهورية مصر العربية من خلال الأزهر ومن خلال دار الإفتاء ومن خلال هذه المنظمة الفتية الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم. أهم المؤتمرات في هذا العصر الحديث الذي يجمع بين العلوم الحديثة والقديمة ويبعده عن التطرف والإرهاب. الفهم الصحيح للدين وربط الفتوى بالواقع اليومي أمور في صدر جدول اجتماعات المؤتمر. تأتي أهمية هذا المؤتمر في أنه لا يقتصر على مناقشة أمور الفتوى فقط، وإنما يتحدث عن التجديد في الدين الإسلامي، دين شوهته التطرف ومظاهر الإرهاب. اسلام غنيم، تن تي في. أعرب مجلس الوزراء السعودي عن تقديره لجميع الدول الإسلامية والعربية الصديقة التي ساندت المملكة في التصدي للشائعات وللحملة التي شنت أخيرا ضدها، مقدمة الشكر لكل الذين غلبوا الحكمة والبحث عن الحقيقة بدلا من استغلال الشائعات وتوجيه الاتهامات. جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في قصر اليمامة بمدينة الرياض. يحتفل العالم باليوم العالمي للأغذية في مثل هذا اليوم من كل عام، وهو اليوم الذي حددته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو. المنظمة الأممية تقود دوما الجهود الدولية للقضاء على الجوع في العالم استنادا إلى مصادر موثوقة للمعرفة والمعلومات الدقيقة. تعمل من أجل القضاء على الجوع وسوء التغذية والفقر بطريقة مستدامة. منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو تأسست في عام 1945 عقب حربين عالميتين والكساد الكبير ومجاعات وكوارث لا تحصى، جعلتنا ندرك أننا بحاجة إلى الغذاء كضرورة للحياة، ليس فقط ما يكفي منه للشبع بل الغذاء المتوازن، وإلا واجهنا المرض والموت. منذ تأسيسها ساعدت الفاو على جعل العالم أقرب للوصول إلى هدفها المنشود من خلال إنجازات عديدة، منها الدستور الغذائي الذي وضع في عام 1963 ليضم الغذاء الآمن والجيد للجميع وحماية المستهلك والممارسات العادلة في تجارة الغذاء. فعلى مدار 7 عقود وأكثر تعمل الفاو على مجابهة التحديات التي تواجه العالم
كما جرى في العام 2007 بعدما هدد الارتفاع المفاجئ في أسعار الغذاء الأمن الغذائي العالمي، حيث قامت المنظمة بوضع نظام معلومات الأسواق الزراعية ليكون منصة مشتركة بين الوكالات لتعزيز الشفافية في أسواق الغذاء العالمية. أما اسم الفاو فقد اقترن في المنطقة العربية بتلك الدول التي عانت كثيرا من سوء التغذية أحيانا والمجاعات أحيانا كثيرة. ففي سوريا البلد الذي دمره الحرب سعت المنظمة إلى تخفيف المعاناة عبر مزيد من الدعم، وفي سوريا حيث يقدر أن نحو 6.5 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي، كما أن 4 ملايين آخرين معرضون لخطر انعدام الأمن الغذائي، وهو ما حاولت المنظمة تخفيف وطأته بقدر الإمكان. وفي اليمن قدرت الفاو عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي ويحتاجون إلى مساعدات إنسانية بنحو 18 مليون شخص، أي بزيادة قدرها 5% عن عام 2017. أما في العراق فقد قدمت المنظمة خدماتها لنحو 3 ملايين شخص عام 2014، عندما شرعت المنظمة بتسليم البذور والأسمدة ل20,000 من المزارعين للحيلولة دون انهيار سبل المعيشة والإنتاج الغذائي. جهود وإن بدت غير كافية إلا أنها خطوة في اتجاه رفع المعاناة عن كاهل العالم الذي يبحث جله عن لقمة عيش يحتكرها بعضه. أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر أنه تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الدولي على إتاحة تمويل جديد لمصر بقيمة 3 مليارات دولار. وبحثت نصر مع المديرة الإدارية للبنك الدولي خلال الاجتماعات المشتركة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الترتيبات الخاصة بحصول مصر على التمويل الجديد الذي يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر. خبرنا الأخير يأتي رياضيا، حيث فاز المنتخب الوطني لكرة القدم على مضيفه أي سواتيني في الجولة الرابعة من تصفيات أمم أفريقيا. بهذا الفوز ارتفع رصيد الفراعنة إلى 9 نقاط ليضع الفريق قدما في نهائيات البطولة والتي ستقام في الكاميرون العام المقبل. وبفوز الفراعنة نختم جولتنا الإخبارية، وفي الختام تذكرة بأبرز العناوين. في أول خطاب لزعيم أجنبي في المجلس الفيدرالي الروسي، الرئيس السيسي يؤكد عمق العلاقات مع روسيا ويدعو لاصطفاف دولي ضد الإرهاب وداعمه. رئيس الوزراء يواصل جولاته التفقدية ويتابع عددا من المشروعات والمنشآت في محافظة بورسعيد، ويؤكد أن الزيادة السكانية تلتهم نتائج المشروعات التنموية. خلال جلسة ترأسها خادم الحرمين الشريفين، مجلس الوزراء السعودي يعرب عن تقديره لجميع الدول العربية الصديقة التي ساندت المملكة في مواجهة الأكاذيب والافتراءات. شكرا جزيلا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة. سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته.